على مستوى الميدالية البرونزية. نتابع هذه المباراة بين الجزائري حلسانيس أيوب والتركي راي صمدان. وزن أقل من 60 كيلوغرام. ايضا في نفس الاثناء وفي البساط الاول مواجهه البطل المغربي اسامه الدرعي ضد بطل من كازاخستان. أسامة الدرعي أيضا يخوض مباراة من أجل تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية مناصفة. ويلعب أسامة الدرعي مع بطل من المملكة العربية السعودية. في انتظار سينا في هذه المواجهة. ما قلت البطل المغربي أسامة الدرعي في هذه الأثناء يواجه بطل سعودي عن نفس الوزن من أجل الفوز بالميدالية البرونزية. تابع هذه المواجهة بين البطل الجزائري أيوب والبطل التركي صمدان. وزن أقل من 60 كيلوغرام. البطل التركي راي صمدان مصنف ثاني عالميا برصيد 5040 نقطة. البطل التركي تابعناه في أكثر من مناسبة عبر شاشة قناة الرياضية في الملتقيات الدولية، مركز أول في بطولة أوروبا بتركيا، مركز ثالث في بريمير ليغا البرتغال، مركز تاسع السنة الماضية في بطولة العالم بدبي المقابل البطل الجزائري. أيوب أنيس حلسة مصنف 17 عالميا حتى الآن. نتائج التي تصلنا من هناك من قونيا بتركيا، تقدم البطل المغربي أسامة الدرعي بنقطتين
عبية بثلاثة مقابل واحد على البطل السعودي في انتظار إن شاء الله مواصلة التقدم بالنسبة للبطل أسامة الدرعي. وشكر خاص للزميلة عزيزة قبلي التي تعطينا النتائج أولا بأول بخصوص المشاركة المغربية في رياضة الكاراتي، وأيضا لكل الزملاء هناك منيا حربيدة، عادل الغزواني، وكل الزملاء أيضا سالمي لواري ونبيل أيت بوجبير. تغطية أكثر من رائعة لألعاب لدورة ألعاب التضامن الإسلامي. دار أيضا نهاية هذه المباراة التي قلت تعرف في نفس الوقت إجراء مباراة البطل المغربي أسامة الدرعي أمام البطل السعودي لبعد دقيقة وثمان ثواني من نهاية المباراة بين أسامة الدرعي والبطل السعودي. تقدم للبطل السعودي بخمسة مقابل ثلاثة عندما كان البطل المغربي أسامة الدرعي متقدم. تابعونا المطالبة بالعودة للفيديو، هل سيطالب بإيبون ماذا؟ أتمنى كل التوفيق للبطل المغربي أسامة الدرعي. تابع هذه المباراة لكن العقل في البساط الآخر مع البطل المغربي أسامة الدرعي الذي يخوض كما قلت مباراة من أجل الفوز بالميدالية البرونزية في وزن أقل من 60 كيلوغرام. تابع التعليمات أصداء المباراة الأخرى التي تصلنا في هذه الأثناء في انتظار العودة للفيديو والتأكد من اللقطة على بعد 6 ثواني لنهاية هذه المباراة. إذن المطالبة باليوكو صحيح من جانب البطل الجزائري تصبح 2-1 2-1 للبطل الجزائري أيوب. أسامة الدرعي متأخر حتى الآن ب8-3 كما نتابع في البساط الأول. إذن نهاية المباراة على مستوى وزن أقل من 60 كيلوغرام بفوز الجزائري أنيس أيوب بالميدالية البرونزية وزن أقل من 60 كيلوغرام. دنا للأسف.